السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأخوات. غير نطرقوا لواحد الموضوع معروف عند الناس، ولكن الناس يعرفوا شي يستعملوه، جي يستعملوه بالخطأ وشي يستعملوه بالكذب. الدورة ما تكتبش فيه أول حاجة، ثاني حاجة الدورة ما تخدم فيه تشي حاجة، هذا الشيء راه شعوذة وسحر ودجال وكذب ونصب واحتيال. الدون هكذا تنستعملو في جوج أنواع، في واحد النوع شوية مصخ ونوع نقي. بالنسبة للإنسان المثقف خاصو يستعمل كيلو في النهار 7 أيام عند فقيه الشيخ بوردو بإذن، ماشي عند كهنة ولا عند شوافة ولا عند داكشي، راه غير البهتان والكذب. ثم خاصني نجيب واحد بحال المقلة تكون واسعة ملعقة ويكون في فضاء واسع، ونقطع طروفة صغار ونبقى نحرك فيه نحرك فيه، ونجيب واحد البانيو واسع ونخوي تحتي. ماشي اللي غنستعملو خاص واحد يستعملو، مايمكنش حتى انا غادي غنبغي نطردق للدون تحتي وغادي نهزو ونخوي تحتي، خاص الانسان يكون اللي يقدم لك هاد المساعدة هادي. ثم غنقراه، الا كان هو مجموع ومشتت فيه نقاطي حداه راه توكل هذاك، الا خرج مجموع راه جدول هذاك، الا خرج مجموع على جوج مرات راه كتاب بسحر وجن متلبس بك، الا خرج مشتت بزاف راه توكل ثقيل، الا خرج مشتت رقيق راه توكل مشروب. وتنساو الاشتراك والدعم، وعاد ان شاء الله كاين البخور ديالو كيف تستعمل البخور ديالو، ومازال ان شاء الله غنبينو لكم الجديد.